لقائنا مع دينا الغندور. دينا وكيل عقارات في شركة Century 21، كمان هي عضو بالCanadian Association of Journalists. لها برنامج أسبوعي على إذاعة 93.3 FM. الأخبار يا مايا. هي حاصلة على شهادة هندسة مدنية من جامعة عين شمس، وبكندا درست ريل استيت بأوريا كوليدج، وكمان حصلتي على دبلومة ديجيتال ماركتينج من كنديان بزنس كوليدج. ما شاء الله. دينا، أسئلة دايما ببالنا ودايما بنسأل عليها، أي أحسن، أستأجر وريح راسي من أي مصاريف تصليح مينتننس تاكس سنوي، أو بالمقابل بنسمع ناس بيقولوا لك لا، لازم تشتري لو بيت صغير والمهم يكون لألك. فدايما في هيدا الصراع، يعني نشتري بيت لو صغير، لو مش حابين مثلا الحجم يمكن يكون حابين أكبر، بس بنقول إنه لا، بيكون بيت لألنا، أو إيجار الواحد بيكون مريح راسه من كل مصاريف، من كل يمكن أشياء المترتبة على البيت يعني، أو المنزل الخاص فيكي. طبعا احنا ما حننسى في فوائد، في كتير قصص. وطبعا الشخص لما يجي من بلد تاني، ممكن من بلده او من الخليج، ممكن يكون عنده يمكن جزء مبلغ مثلا ممكن شايله كاش، فهو هذا المبلغ هو الحيلة والفتيلة بنقول يعني بشكل عام. وصعب يمكن نوعا ما بكندا انك تقدر تحوشي مبالغ كبيرة، فيعني شوي في صراع بهالموضوع. فحبينا نستشيرك وناخذ منك الاختيار المنطقي كخبيرة وكوكيلة عقارات، ما هو الأصلح؟ هل هو نضلنا بالإيجار أو نفوت ببيت، يعني نشتري بيت خاص لنا؟ هو السؤال صعب، السؤال صعب جدا. عارفة ليه؟ لأن في جزء كبير جدا من الناس بتكون، يعني خلينا يعني نقسم الإجابة بتاعت السؤال لشقين. في ناس لما بتوصل كندا بيكون جاهزة اوريدي، أو بيكون عندها يعني زي ما قلت كده، في ناس بتكون جاية من بلادها، في ناس بتكون جاية من الخليج، فبيكون عندها اوريدي سيفنج، عارفة ازاي؟ فبتقدر ان هي تاخد القرار ده حتى لو كانت مترددة فيه وتأخرت في ان هي تاخد القرار ده سنة او سنتين، بس في الاخر بتقدر تاخده. وفي جزء تاني من الناس اللي ما بيكونش عندها القدرة في الاول، فبتيجي وبتعافر سنة وسنتين وثلاثة لغاية اما يعني وضعها بيتحسن، الزوج والزوجة بيلاقوا شغل، بيبتدي يكون في دخل، بيكون وضعهم المالي، الكريدت ريبورت بتاعهم بقى ليهم كريدت سكور كويس، صحيح. واتبنى كريدت ريبورت محترم، فبالتالي الكريدت فايل بتاعهم خلاص اتبنى، فبيقدروا ان هم ياخدوا الخطوه دي. في كلا الحالات الاجابه هتكون مختلفه. اللي جاي خلينا نقول ان اللي جاي خليه قبل ما يجي، وطبعا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك الواتساب، بيقدروا ان هم ياخدوا معلومات كويسه من قبل ما يجوا. فانا دايما بنصح الناس انه قبل ما يجي ويفاجئ بالوضع الحالي بتاع السكن والاكل والشرب ومصاريف الحياه عموما في كندا، ان هو يعمل تخطيط قبل ما يجي. والتخطيط ده ان هو يكون قادر انه يحوش مبلغ ولو جزء قليل جدا، مبلغ بسيط خالص يبتدي بيه، لان هو اول ما يوصل ياخد شقه، ياخد حتى لو يعني مثلا عيله عددها كبير تاخد شقه، عدد الغرف بتاعتها لا تحتوي الكباسيتي بتاعت العيله، ولكن في الاخر ممكن انه يكون الحل ده بالنسبه لهم هو حل احسن، لانه اللي هيقدر يشتريه النهارده يمكن هيتاخر كتير على ما ياخد القرار، فبالتالي مع زياده الاسعار هيصعب عليه الامر، وهيبقى مضطر يا اما ان هو يرضخ للايجار لسنوات اكتر لغايه ما يقدر يحقق حلمه، يا اما ان هو يبعد عن المكان اللي يقدر يلاقي فيه شغل، اللي مرتبط بيه ولاده في المدرسه، اللي مرتبط بيه ولاده في الجامعه، فبالتالي هو بيعمل كل شويه ديستربنس لعيلته كلها. فالافضل ان هو من قبل ما يجي يعمل تخطيط كويس، يعمل سيفنج كويس، وده طبعا من خلال المعلومات الكبيره قوي المتوفره. يمكن على ايامنا اما احنا جينا ما كانش فيه المعلومات الكبيره جدا، صحيح. ولا كان فيه انتشار كبير قوي للفيسبوك والواتساب جروبس والحاجات دي كلها، فكان بالنسبه لنا الموضوع مبهم. فاحنا بنشفق على الناس اللي جت زمان لان ما كانش عندهم وسيله للمعلومات سريعه، لكن النهارده الناس اللي جايه النهارده عندهم وسائل يعرفوا بيها معلومات كبيره. يمكن في ناس
غير كتير عندهم مثلا قنوات عن على اليوتيوب بينقلوا الصوره الواقعيه لوضع والحياه هنا في كندا، المصاريف عامله ايه، الايجارات اخبارها ايه، افضل المناطق السكنيه، امن المناطق السكنيه، احسن المدارس، في معلومات كبيره قوي. ف اللي جاي وبيفكر ان هو يهاجر ياخد وقت شويه ان هو يعمل زي بلان. دراسة بلان، بروس برافو كده، يعمل بلان، والبلان ده يحوش مثلا مبلغ اول ما يجي يحطه كدفعة مقدمة ويشتري اي حاجة يقدر يشتريها، حتى لو بعد شوية الظروف بتتحسن. هنا الظروف دايما يا مايا بتتحسن وبتتغير للأحسن، ما بتتغيرش يعني لا قدر الله للأسوأ، يعني بتتغير للأحسن. الجالية هنا بتساعد جامد جدا، الجالية العربية، المؤسسات زي المؤسسة بتاعتك بتساعد، اللي انت بتشتغل فيها بتساعد كتير الناس، وبالذات الناس اللي لسه جاية جديدة. في حاجات كتيرة جدا اي حد مهاجر جديد النهاردة بقت متاحة ليه لمساعدته ان صحيح. هو يوصل. فبالتالي يعني انا بنصح دايما الناس ان هي قبل ما تيجي يعني تحاول على قد ما تقدر ان هي يعني يكون القرار بتاع الشراء هو يعني اول قرار ياخدوه، لان هو ده القرار اللي هيأمن بعد كده النكست ستيب بالنسبه لهم وبالنسبه لاولادهم في الخطوه اللي بعد كده في كندا. طب دينا، احنا اذا حسبنا يعني هو يمكن الموضوع اللي شوي صعب اللي هو المقارنة، هل هو فعلا اوفر اذا احنا اشترينا بيت مع كل الاكسبنسز؟ هل بيضل الموضوع اوفر من ما انه الواحد يستأجر بشكل عام يعني؟ تمام يا مايا، هو الفكرة بس في حاجة، انه لو جيتي حسبتي على ابسط حاجة انه الايجار 2000 دولار مثلا، 2000 في 12 شهر يعني 24 ألف رايحة بس في الايجار من صحيح. غير مصاريف اليوتيليتيز، الانترنت، فواتير الكهرباء، اقساط العربية، فحطي حط اضربيهم في اتنين، فيبقى كأنه هو دفع في اول سنة بس أول 50 دفعة ألف بالظبط. طب ما ال 50 ألف دولار دول رايحين، يعني وان واي تيكت، فاهمة ازاي؟ رايحين مش راجعين. هو فعليا يعني ما استفادش بيهم في حاجة. يمكن الناس اللي هتقدر الكلام اللي أنا بقوله هي الناس اللي كانت يمكن مقيمة في الخليج أكتر، لأن ما كانش عندهم الكابابيلتي إن هم يقدروا يشتروا، كان ما فيش يعني ما فيش إمكانية، هو إيجار وخلاص. فبتلاقي نفسك بتقعدي بتشتغلي فترة طويلة جدا كذا سنة وفلوس كلها رايحة على الإيجار، وتقعدي تقولي يا ريتني يعني يا نكبوا ريت كان عندي المصاري. الأوبشن صحيح. ده، يا ريت كان عندي الاوبشن ان انا اشتري. طب ما الاوبشن ده موجود هنا، فليه ما تاخدوش، ليه ما تستغلوش، ليه ما تاخدش الخطوه دي وتكون عامل بلان من قبلها علشان اول ما توصل يعني يكون الموضوع بالنسبه لك سهل. صحيح، مثل ما قلتي مزبوط، يمكن هذا الخيار بيكون أكبر للعالم يمكن اللي جاي، ويمكن مزبوط موضوع الكاش إذا موجود وفي دفعة مهمة. بس بتعرفي يمكن التشالنج مرات لما شخص يجي لهون لا يقدر يستقر ولا يقدر يمكن يتوفق بشغل منيح، لأنه مرات هالموضوع بيكون تشالنجينج حتى لو أنت عندك شهاداتك ومصدقة شهاداتك ومرخصة وكل هالأمور، ده يمكن صح. مرات هاي بتكون عقبة. بس يعني بشكل عام حسب نصيحتك يعني اذا الواحد قادر وعنده مبلغ يكون عنده البلان انه يبدا من الاول كشراء، يعني لانه يمكن الايجار بيسحب. ده صحيح. بصي يا مايا، انا هقول لك على حاجه النهارده، انا معاكي مش بس ان انا يعني كريال استيت بروكر، ولكن انا النهارده بتكلم معاكي كلام زي ما بيقولوا ايه، بنتونس دردشة. دردشه بالظبط كده. فانا كتجربتي انا الشخصيه، انا اول ما جيت انا ما كنتش ولا ريال استيت ايجنت ولا حاجه، انا كنت جايه لسه مهاجره جديده، ما اعرفش حاجات كتيره عن كندا، ما اعرفش ناس، ما اعرفش اي حاجه. وكان قبل ما يجي كنت واخده فعلا قرار ان احنا اول ما هنيجي هنأجر، يعني انا كدينا كنت واخده قرار ان احنا اول ما هنيجي هنأجر. صحيح. وبعدين لما قعدنا حسبناها لقينا ان احنا هندفع جزء كبير من السيفنج بتاعنا في اول سنه او سنتين، لان احنا مش عارفين موضوع الشغل هيبقى بعد قد ايه، الكلام ده كله، الاستقرار، فتره الاستقرار اللي بتقعد من سنتين لثلاثه صحيح. لاي عائله بتيجي هنا كندا، مش بس العائلات العربيه، اي مهاجر. فبالتالي قلنا لا احنا نشتري، وبعد كده لما الامور تحسن نبقى نبيع ونشتري في مكان تاني، وفعلا خدنا الخطوه دي. فانا بشاركك النهارده تجربتي انا الشخصيه واللي كانت قبل ما اخد او اكون في الكارير ده. فبالتالي احنا بنقول للناس كمان او بننقل لهم كمان جزء من تجربتنا احنا الشخصيه اللي واجهناها واللي خدنا فيها نفس القرار اللي احنا بننصحهم فيها النهارده بعد ما بقينا في الكارير. تمام،
يعني ان شاء الله يكون الموضوع هيك شو بيقولوا، مثل ما قلتي طبعا موضوع الدعم، يمكن وجود منظمات ممكن تفسر لك وتشرح لك وتعطيك الدعم، وهذا الشيء يمكن ما كان موجود. يعني هلا الواحد اذا اجى يمكن مجرد تليفون صغير او ايميل ممكن ياخذ كثير توضيحات، يمكن مثل ما قلتي قبل ما كانت موجوده، فهذا الشيء يمكن الواحد يعني ادفانتج انه الواحد يستفيد منه لياخذ القرار يعني الصح اذا قادر طبعا يشتري. تمام مزبوط. دينا كمان سمعنا عن في شيء اسمه المنح الحكومية، مزبوط هذه بتصور للي بده يشتري البيت أول مرة أو البيت الأول، صحيح؟ صحيح طيب تفضل. مين هو مؤهل، من مؤهل للاستفادة من هذه المنح؟ وطبعا كل شيء له حسنات وسيئات من أي جهة، هذه يعني ممكن يكون له حسنات وسيئات، ف من مؤهل وشو حسنات وسيئات هذه المنح الحكومية؟ طيب خلينا نقول انه خلال الفترة اللي فاتت نتيجة طبعا لارتفاع الأسعار اللي الناس كلها شايفاه دلوقتي مع ثبات في الأجور، أصبحت الفجوة كبيرة جدا بين الدخل وبين قدرة الـ الأسر على إن هي تشتري. صحيح. فابتدت الحكومة تطرح الموضوع ده ويحاولوا يوجدوا حلول، و في 2019 قدروا ان هم يطلعوا بروجرام. البروجرام ده بيعين او بيحاول الاعانه للعائلات اللي بتشتري لاول مره، اللي هو الفيرست تايم هوم باير، بان هم يدوهم حاجه اسمها انسنتيف او دعم. الدعم ده حاطين ليه شروط، واذا الشروط دي كان العيله بتتماشى مع هذه الشروط المطلوبه فبيحق ان هو بيحق ليه طبعا الانتفاع بالانسنتيف ده. والإنسنتيف ده بيكون عبارة عن 5% دعم من الحكومة للدفعة المقدمة في حالة لو أنا بشتري، أنا مشتري أول يعني، وبشتري وحدة ريسيل يعني منشأة وصاحبها بيبيعها، لو بيوصل 10% لو أنا بشتري من البلدر يعني وحدة تحت الإنشاء. اوكي. وكان من ضمن الشروط دي، كانت الشروط شوية فيها نوع من التعنت، ولكن تم تعديل الشروط دي من حوالي سنتين بالضبط، تعدلت الشروط دي وحسنوها شوية بحيث ان هم رفعوا الدخل بتاع الأسرة ان هو يوصل لغاية 120,000 دولار، وان قيمة البيت او الوحدة اللي عايزين يشتروها توصل لغاية 750,000 دولار. فبالتالي كان قبل كده 450، فطبعا 450 هلا ما بقى في شيء 450، الرقم هذا بطل موجود. بالضبط، فهم رفعوها دلوقتي ل 750 ورفعوا الدخل لغاية 120,000، وفي نفس الوقت ان هو يكون واحد من يعني لو الزوج والزوجة مثلا حد فيهم كان اشترى قبل كده فالتاني لسه ما اشتراش، فبرضه بيحق لهم انه واحد فيهم بس ما يكونش اشترى فيرست تايم هوم باير يقدر ان هم يستفيدوا بالمشروع ده، فان هم ياخدوا 5%. وقيمة ال 5% ده بتبقى كأنها زي، عارفة الـ يعني زي مساهمة، ولكن المساهمة دي بيتم استردادها بعد كده، والاسترداد ده بيكون في 3 حالات. الحالة الأولى لو صاحب البيت اللي هو انتفع بالإنسنتيف ده هيفضل قاعد في البيت لمدة 25 سنة، وده الحد الأقصى. والحد التاني يعني الحالة التانية إن هو قرر يبيع البيت فيرد لهم 5% على سعر البيع. والحالة التالت ان هو خلاص حالته المالية اتحسنت وعايز يطلعهم وهو عايز يفضل موجود في البيت، وساعتها بيطلب يعني بيطلب عمل ابريزل للبروبرتي ويتم التقييم، وهو اللي بيسدد ال5% دي على سعر التقييم اللي حصل للبيت من بعد الشراء. يعني الحالي، يعني مثلا لتسي اخذنا 5% وانا بعد 5 شهور قدرت امن المبلغ كامل، فأنا بقول بدي رد 5% على حسب السعر بعد 5 شهور، تمام صحيح؟ مظبوط كده مظبوط كده. أوكي تمام. ومين هو يعني أي شخص بيقدر يكون مؤهل لهالخدمة طالما هو عم يشتري البيت الأول والبيت ومحقق الشروط 120,000 ده الماكسيمم انكم ليه هو لوحده او للأسرة كلها، وإن هو يكون أول مرة يشتري البيت، والحد الأقصى اللي هو 750، أو ممكن نقول إنه نسبة الدخل بتاعته لقيمة الإقراض تعادل 4.5، يعني مثلا لو هو دخل الأسرة 100,000 فقيمة القرض تبقى 450,000، لو قيمة الدخل 120,000 يبقى تضربي في 4.5 عشان تعرفي قيمة القرض هتبقى قد إيه، وتزودي عليهم الدفعة المقدمة اللي تقدري تدفعيها ماكسيمم
دفعة مقدمة تقدري تحطيها 14.9 14.9 وهم بيحطوا 5%، بحيث ان قيمة الدفعة المقدمة كلها تكون اقل من 20%، يعني الماكسيموم ليها يوصل 19.9. اوكي، يعني نحن بحق لنا مع ال 5% بتاعت الدولة نحن نكون وي كانت اكسيد ال 20,000، يعني حتى يعني اقل تحت ال 20 او 20 اكزاكتلي، صحيح؟ او 20%، يعني ممكن تحطي 5% دفعه مقدمه، ممكن تحطي 10 ماكسيموم، 15 14.9 بالظبط، 14. اوكي 14.9، خلي الواحد من 10 علينا مش طيب تمام. طبعا هذا الموضوع بس بحق للشخص اللي عم بيشتري بيته الاول، يعني اذا انت عم تعملي انفستمنت مثلا عم تحاولي تفوتي ببيت ثاني ما بيزبط، صح؟ لا لا ما ينفعش، لازم تكوني هتسكني في البيت. اوكي تمام. طيب هل الستيتس للشخص هو عامل في شراء، او يعني مثل ما قلنا مثلا شراء البيت او البيت الاول او اي منزل، هل موضوع الستيتس يعني هل هو حصرا لازم يكون معه بي ار او معه الجنسية الكندية، او اي شخص ممكن يشتري البيت؟ هو ممكن يكون مستثمر ومعهوش حتى إقامة في كندا ويقدر يشتري واو ويستثمر في كندا بالظبط. ولكن هنا بقى هنتكلم على نقطة مهمة، وهي نقطة التاكسز اللي بتتفرض على منطقة معينة اللي هي الجولدن هورس شو، ودي عبارة عن خلينا نقول منطقة الجي تي اي، ونلف حواليها حوالي ساعة ونص أو ساعتين، يعني اوكي نفس المحيط. المنطقة دي بتدفعي تاكسز عليها بتوصل لغاية 15% لو أنا معيش الجنسية، معيش البي آر، معيش حق الإقامة الدائمة في كندا، فبالتالي أنا بدفع 15% في هذه المنطقة تمام داخل أونتاريو. ولكن لو طلعت بره هذه المنطقة فأنا ما بيطبقش عليا هذه الضريبة ال 15%. في بعض الأحيان سوري لا لا كافي كافي في بعض الأحيان مثلا الناس بتكون يعني قدمت على يعني بتكون جاية لجوء فور اكزامبل مثلا، وبتكون منتظرة عملت المحكمة ومنتظرة بس التغيير بتاع السن نمبر اللي هو من أو اللي بيبتدي بناين مثلا تاخد السن نمبر العادي. ففي الحالة دي لو هم مضطرين ان هم يشتروا وذان المنطقة اللي احنا قلنا عليها دي وهيدفعوا ال 15%، فالدولة بتديهم 4 سنين لو عدلوا الوضع بتاعهم يقدروا يستردوا قيمة ال 15% دي كلها كاملة. معلش بس توضيح، هذه ال 15% هي للتاكس؟ ضريبة اوكي، انت قصدك يعني بس يعني بهالحاله بيكون عليهم التاكس اكثر من اللي عنده بي ار؟ بالضبط. اوكي، فاذا وضعهم يعني قصدك وضعهم تظبط يعني صار معهم البي ار قد ايه بيستردوا المبلغ؟ خلال 4 سنين يستردوا كل الضريبة كاملة. اوه اوكي. طيب اللي عندهم بي ار او جنسيه كنديه قد ايه بيكون التاكس؟ التاكس في الحالة دي ما بيكونش غير عبارة عن حاجتين، الأولاني الأول التاكس الأولاني هو نقل الملكية اللي هي اللاند ترانسفير، ودي بتتم ساعة الشراء وبنحددها حوالي، بتختلف طبعا من مدينة للتانية وعلى حسب طبعا كل مدينة بتحدد البروبرتي لاند ترانسفير قيمتها بتختلف. فخلينا نقول ان احنا بندي يعني ابروكسيميت برسنتج للضريبه مع الكلوزن فيز حوالي 1.5% من قيمه الشراء، وفي ضريبه تانية اللي هي البروبرتي تاكسز، ودي اللي بتدفع سنويا مره واحده في السنه، ممكن تدفعيها كل ربع او ممكن بتتحمل على قيمه المونثلي انستولمنت اللي هو القسط الشهري. فدول الضريبتين. في ضريبه كمان اسمها الاتش اس تي، ودي للنيو كونستراكشن اللي هي بتشتري وحده من البيلدر اسمها اتش اس تي، دي بتدفعيها بخلاف الريسيل يعني. اوكي، فاذا نحن الاختلاف الوحيد بين مثلا واحد معه هيدي الاقامه او معه الجنسيه الكنديه مع شخص، طبعا لزوء عم تحكي بيكون اخذ الابروفل من المحكمه، بالضبط اذا بالضبط مش اخذ ما بيقدر كمان يقدر، بس يعني هي الفكرة ان هو عشان ال4 سنين، ان الناس اللي بتبقى اوكي ما فيش مشكلة، هو بس انه لو اشترى النهاردة وهو مش عارف الوضع فبيروح منه ممكن وقت كتير في ال4 سنين صحيح من تاريخ الشراء. فبنقول دايما اما يبقى واخد الابروفل قولي مثلا سنة سنة ونص سنتين على ما يغير او يتعدل وضعه، فبالتالي هو مأمن نفسه انه هيقدر يطلع او يرجع تاني ال 15%.
اوكي، وهذا الشيء كمان نفس الشيء للانفسترز اللي ممكن يكونوا خارج كندا، بس بيدفعوا ال 15% بس، ما بيرجعوا. بس عاده دلوقتي يعني الناس متجهه للمناطق الاخرى المعتاد، واللي من ضمنها مثلا لندن اونتاريو، من ضمنها وينزر، من ضمنها مثلا اوكسفورد، من ضمنها يعني عارفه كل المناطق اللي هي خارج نطاق الجولدن هورشو دي بتكون معفاه، فابتدى الناس تتجه لهناك، لان طبعا بقى في اسعار ارتفاع كبير، فبالتالي انت بتدفعي السعر الكتير بتاع الوحده السكنيه بالاضافه لل 15%، فابتدى الناس تتجه للمناطق دي. اوكي طيب تمام. و قد ايه بيختلف شراء المنزل لما انت تشتريه مثل ما بيقولوا على العظم، يعني بعده ما انبنى، ويعني شو الادفانتج انت لما تشتري بيت بعده ما انبنى، يعني بعده على الاول، كومبيرد لبيت خالص اموره تمام، ومن كل النواحي يعني سلبيات وايجابيات؟ تمام، السؤال ده هايل جدا، احب اشكرك عليه. العلاقه بين او لما باجي انا كمشتري واقرر او افكر اشتري بري كونستراكشن ولا اشتري ريسيل وحده منشاه، بتختلف كل يعني تقريبا بسكيل كل من تقريبا كل 3 لـ 5 سنين. ليه؟ لان احيانا تلاقي البري كونستراكشن يونت اقل من الريسيل، فبتبقى عاملة زي المنحنى اللي طالع نازل، عرفتي ازاي؟ فبتختلف من فترة للتانية، واحيانا تلاقي البري كونستراكشن اعلى. احنا في الوضع الحالي بتاعنا ده البري كونستراكشن سعره اللي نازل من البيلدرز سعره اعلى من الريسيل، وعلشان كده الاقبال اكتر دلوقتي على الريسيل، يعني الناس عايزة تشتري الريسيل. ليه؟ لان لما احنا بنقول دايما ان البيلدرز هم اللي بيحددوا حالة السوق شكله هيكون عامل ازاي بعد 3 سنين و5 سنين، فبنشوف الاسعار، لو الاسعار قريبه يبقى معنى كده انه هيكون في ارتفاع، اللي هو الارتفاع العادي اللي احنا كنا متعودين عليه في السنه من 5 لـ 7%، ده الطبيعي. ولكن نتيجه للظروف اللي احنا عايشين فيها بقالنا سنتين من ساعه الكوفيد، ما دي نقطه خلت الدوله نفسها تاخد الكثير من الاجراءات اللي خلت نزول عقار يعني يحصل فيه يعني ضغط كبير او بومينج بمعنى اصح، فبالتالي من ضمنها مثلا ان هي قللت الفوائد وحاجات كتير هنتطرق ليها بعد كده علشان الناس ما توصف الاجابه. فبالتالي لما جه البيلدرز يعرضوا على البرودكت بتاعتهم سواء كانت شقق او كانت تاون هاوسز او وات ايفر، ابتدينا نشوف ارتفاع كبير قوي كومبيرد بالسعر النهارده، فعرفنا انه الوضع دلوقتي اشتري احسن الريسيل، ما اروحش للنيو كونستراكشن، لان اللي انا هاخده بعد 3 سنين او بعد سنتين او بعد 5 سنين لو انا بفكر في شقه مثلا، هلاقي انه انا باخد التشطيبات اللي هي بنقول عليها البيزك تو بيزك، ما باخدش ابجريدز، باخد ممكن تكون مساحه اقل من المساحه اللي موجوده دلوقتي في السوق، ولكن السعر اعلى، السكوير فيت السعر بتاعه بقى اكتر، فبالتالي الناس فهمت انه الريسيل النهارده على الرغم من الارتفاع اللي حاصل ولكن ستيل لسه اقل من اليونتس اللي هتطلع. فبيقول لك اشتري النهارده ريسيل علشان ما تطلع الوحدات دي الجديده هيحصل فعليا ابريشيشن، لان اللي هيجي يشتري هيشوف الوحده دي وهيشوف الوحده دي ويقارن الوحده دي سعرها اكتر من الوحده دي، فبالتالي النهارده انا هفضل اني اشتري الوحده ريسيل، ده انا بتكلم بعد 3 سنين او بعد 5 سنين، فهيجي 4 و5، فمعنى كده ان هيبقى فيه مزايده برضو تاني فسعرها هيزيد، فهتكون احسن في الاستثمار واحسن في السعر وتوفيرا النهارده وانا باخد القرار وانا بختار او بقارن بين تو برودكتس، واحد ريسيل والتاني بري كونستراكشن. لو كنا بنتكلم من 4 و5 سنين فاتوا فكان البري كونستراكشن احسن لانه كان اوفر، فبالتالي لما تخلص مده المشروع كان هيبقى ستيل لسه اقل، فانا هيكون مربحي فيه اكتر، فهتلاقي انه العلاقه بتتغير كل ترم، والترم ده بتكون مدته من 3 لـ 5 سنين، فما بتكونش ثابته. يعني الاجابه علشان نقدر نجاوب لازم نشوف وضع السوق ونقرا الداخليات او الدواخل اللي موجوده فيه. فانا بقول لك النهارده بتاريخ النهارده الاجابه بتاعتي كده. وكمان دينا يعني اذا الواحد بعدنا عم نحكي بالبيت الاول مثلا، اكيد منطقيا حتى لو كان شوي اوفر على ايام قبل مثلا مش الريسيل، طب ما انت لما تكوني بدك بيتك الاول وبعده ما انبنى البيت انت حتدفعي ايجار بهالسنتين 3 سنين عبال ما يطلع البيت، بينما بالريسيل انت فيكي دغري تعدي فيه للبيت.
ده فكمان بدنا to consider هذا السنتين which is a big number يعني مبلغ وقدره. أحسنتي. تمام. في إبراهيم سألنا بقدر ألاقي مستثمر حاب يستثمر بفكرة بمجال العقارات في الأردن؟ ما يعني كنا شكرا يا أستاذ إبراهيم على المداخلة معنا والسؤال، ولكن أنا ما أعرفش حد ممكن يكون عنده. أنا يمكن فهمت السؤال، فكرت عم بيقول بده يعمل استثمار هون، أوكي فكرت هو من الأردن وبده يعمل استثمار، لا هو قصده يعمل هونيك الاستثمار. والله ما ما بنعرف. في كمان شو وضع اللاجئ مع البنك؟ هل يقدر البنك يموله لشراء بيت؟ في بعض البنوك فعلا بتقدر ان هي تمول اللاجئين، لانه في الاخر بيبقى مستثمر اجنبي، يعني ما مش معاه حق الاقامه الدائمه، وبيوجد بعض البنوك اللي بتقدر ان هي تموله بشرط ان هو يحط دفعه مقدمه ممكن توصل لغايه 25%. يعني ما بيقدر يفوت ب5% مثل الشخص اللي عنده مثلا بي ار او اقل حاجه 25%. وحتى لما ياخذ البروتكتد يعني يكون محمي، يعني يكون وضعه بطل لاجئ، يعني معروف قصدي شو الستيتس، بس هو ناطر البي ار كمان نفس الشيء. لا، لو هو معاه البي ار طبعا الوضع بيختلف، لو معاه البي ار وعنده شغل ممكن لغايه يبتدي ب5%. لو هو معاه البي ار عنده اوبشنز كتيره قوي مفتوحه، لكن بالنسبه للجوء في او بمعنى اصح اي حد مستثمر بيكون في شروط اخرى وتقييمات اخرى لموضوع القروض وتحديدا جوه كندا يعني. اوكي فاذا بتختلف. اوكي فموضوع ال 5% حصرا بتكون للاشخاص اللي عندها بي ار وعندها الجنسيه الكنديه، الاشخاص الثانيين مستثمرين لاجئين في يعني في امور الواحد بيقدر يشتري بيت، بس بيكون في لها شوي امور ترتيبات خاصه. الدفعه المقدمه بيبقى ليها شروط معينه لازم، مثل ما خبرتينا التاكس كمان بيكون اعلى، وقلنا خلال 4 سنين ممكن يسترد اذا تحول ستيتس لبي ار لو هو هيختار في المنطقة اللي احنا قلنا عليها، لكن لو طلع بره المنطقة دي فهو مش هيدفع ال 15%. يعني لو كان هيختار البيت داخل الجولدن هورس شو فهو بالتالي لازم يدفع ال 15%، لكن لو هيطلع براها زي لندن زي وينزر زي اوكسفورد مثلا على سبيل المثال فهو هيكون معفي من ال 15%، مش هيدفع. اوكي تمام. طيب شو هي المصاريف اللي لازم الشاري يحسب حسابها عند شراء البيت الأول بالإضافة للدفعة الأولى؟ يعني احنا بنعرف مثلا احنا هلأ حكينا عن موضوع الدفعة الأولى كيف بتختلف إذا الواحد حسب الستيتس إذا عنده بي آر أو كنديان أو إذا لاجئ أو مستثمر، هيدي البارت الأول. ما هي الأشياء أو الدفعات ما بدي أقول مخفية، بس في أشياء الواحد بيكون مفكر أنه أنا بس بدفع الدفعة الأولى وخلصت، بس بيتفاجئ لا لازم يكون انت زايد مبلغ وقدره فوق الدفعه الاولى لتقدر تخلص. ده صحيح. بصي يا ستي، هو طبعا اي حد يعني بيفكر ان هو يشتري فبالنسبه له ده بيكون حلم العمر، عارفه ازاي؟ يعني انا النهارده مش نازله اشتري مثلا شنطه او اشتري فستان او بدله او وات ايفر، فاهمه؟ انا نازله اشتري بيت، فبالنسبه لي انا بكون حريص جدا متخوف جدا، او بالذات لما بيكون الفيرست تايم هوم باير بيكون عندهم تخوفات كبيرة، لأن يعني دي مشروع كبير جدا بالنسبة لهم، هيحطوا فيه مبلغ كبير جدا، فبيبقى محتاج إن هو يعرف تفاصيل، محتاج إن هو يختار في أي منطقة عايز أشتري أحسن حاجة، فبيكون عنده طموحات كبيرة جدا جدا وأحلام كبيرة جدا عايز يلاقيها في البيت الأول. فإحنا لما بنيجي نتكلم عن first time home buyer أول حاجة بنحب نفهمها له زي ما تفضلت دلوقتي، ان احنا نشرح له ايه هي المصاريف اللي مرتبطه بموضوع شراء البيت. والمصاريف مش بس هتقتصر بموضوع الدفعه المقدمه اللي هو هيحطها او يساهم بيها لشراء البيت، ولكن هناك مصروفات اخرى، واللي من ضمنها فور اكزامبل على سبيل المثال انه انا لو حاطط مثلا دفعه اقل من اكتر من 20%، فبالتالي الجهه اللي بتقرض بتبقى عايزه تقيم هذا البيت، تعمل تقييم،
فبيبعتوا حد اسمه ابريزر، والابريزر ده بيكون من الجهة المقرضة البنك مثلا، بيجي يعمل التقييم لهذا البيت. فبيكون ده اول مصروف لازم يكون عامل حساب، واللي بيتراوح على حسب الجهة البنك او الجهة المقرضة، ممكن يبتدي ب 300 دولار، ممكن يبقى 200 دولار، ممكن يبقى 100، ممكن يوصل ل 400 و500. فدي أول مصاريف هو لازم يكون عامل حسابه عليها، هي فلوس التقييم. دي النقطة الأولانية. نيجي بعد كده، لو احنا في ظروف غير الظروف اللي احنا فيها، اللي هو موضوع المزايدات الكثيرة وعدم يعني ان احنا ما فيش إدراج لأي شروط، فبيكون عندنا أوبشن الفحص، ولكن لان نتيجه للظروف اللي احنا فيها فما بقاش في شروط تعاقديه، ولكن اوبشن الفحص ده برضو لازم يكون عامل حسابه ان هو لازم يجيب انسبكتور، والانسبكتور ده بيبتدي الفلوس والمصاريف بتاعته من اول 350 لغايه 500، وبيعتمد برضو على حسب اذا كان بيعمل انسبكشن لشقه ولا تاون هاوس ولا ديتاتش، بيختلف برضو السعر بتاعه. فلازم يكون يعني حاططها في باله، وان كان الوضع النهارده لغاها خلاص. شو وظيفة الانسبكتور؟ يعني أنا احنا قبل كده، قبل الظروف اللي احنا فيها، كان بيبقى بنبعت الاوفر، والاوفر ده بيكون فيه شروط، وحين تحقيق هذه الشروط بتتم الديل. وكان من ضمن الشروط دي ان احنا بنحط شرط الفحص للتاكد من سلامه البيت، ان ما فيش عيوب، نتاكد ان الفاونديشن ما فيهاش شروخ، ان الكهرباء والميه وكل حاجه طبقا للكود، وحاله الفرنس ممتازه، والاي سي شغال، وكل الحاجات دي. فاصبح النهارده ما بقاش عندنا الشرط التعاقدي ده. فكان دي بي بي الباير بيدفع مثلا مبلغ علشان يجيب الانسبكتور ويتاكد من الموضوع ده. أوكي. نيجي على المصاريف التالية، وهي عند يعني اتمام الديل، ودي بتكون بيسموها الكلوزنج فيز. والكلوزنج فيز دي بتشمل مصاريف المحامي، مصاريف نقل الملكية، مصاريف الضريبة الخاصة بنقل الملكية، التايتل انشورنس والتايتل والحاجات والديد، كل الحاجات دي بتندرج تحت نطاق الكلوزنج كوست، ودي بتعادل 1.5% من قيمة الشراء للوحدة العقارية. يعني واو. مثلا 1.5%، فدي لازم يكون هو عامل حسابه ان هي موجودة معاك، دي للكلوزنج فيز. وكتير من الناس بتبقى فاكرة بس ان انا بحط الدفعة المقدمة وهو ده. بالضبط. ما يعني انا بسمع مثلا بقول لك لا انا مثلا حطيت هذا المبلغ، بس انا كمان دفعت، يعني ما رح اقول قد المبلغ اذا نحن عم نحكي ب 5%، بس انه فعلا في دفعة المحامي، في التاكس، تمام في مبالغ الواحد ما بيكون يمكن عارف فيها، بفكر انه الدفعة الاولى. تمام وفي مصاريف تانية برضو، اللي هي لو أنا مثلا مصاريف نقل الكهرباء والمية، لو أنا مثلا لسه لأول مرة بسكن، فبالتالي أنا بعمل سيت أب للأكاونت بتاعي، سواء كان كهرباء ومية وغاز الهيتر والواتر هيتر، وإذا كان في ووتر سوفنر كمان في البيت، في بعض المناطق بيكون فيها ووتر سوفنر، الإنترنت، الإنشورنس، التأمين على البيت، لأن طبعا التأمين في حالة المستأجر بيكون أقل بكثير من التأمين لو كان أنا مالك على الوحدة. النقل للفرنتشر بتاعتي، لو عايز تشتري مثلا فرنتشر جديدة، الموفينج كومباني نفسها اللي بتنقل، فكل دي اكسبنسز لازم يكون عامل حسابه عليها. فبالتالي احنا دايما بنقول انه الإقبال على الشراء، وبالذات للفيرست تايم هوم باير، اي نعم بيكون صعب، لأنه يعني خطوة مليانة بفلوس، صرف فلوس كده، ولكن في الآخر هو يمكن هي الحاجة الوحيدة اللي هيقدر يعملها، وتجيب له بعد كده الاستثمار، يعني تجيب له، تعود عليه وعلى أولاده، لأن البيت ده النهاردة هو هيقدر يشتريه، ملك. وبعد 5 6 سنين السعر بتاع البيت ده هيزيد أكتر. فبالتالي هو يعني عمل استثمار في هذا البيت. ولكن لو احنا بنقارن مثلا مع الإيجار، فأنا بقعد سنة سنتين ثلاثة أربعة، في حاجات أنا ما بدفعهاش فعلا كمستأجر، الملك هو اللي بيدفعها، ولكن أنا في الآخر الفلوس اللي راحة هي يعني مش أنا بستفيد بيها، أنا ساكن أي نعم، لو كان المالك علاقتي بيه كويسة والمالك كويس، ما طلبش مثلا مني اني اخلي علشان هو عايز بيها، ما حصلش بيني وبينه اي كلاش عشان هو عايز يزود الايجار عليا بنسبة اكبر من القيمة اللي المفروض يزودها. في حاجات كتيرة بتحصل، مشاكل بين الملاك والمستأجرين، وظهرت كتير قوي مع
وضع الكوفيد، وناس كتيرة ابتدت تطلع بره بيوتها، وفوجئت انه اللي مأجرين من 5 سنين ابتدوا يكتشفوا الوضع النهاردة مع زيادة ارتفاع الإيجارات. ايه ده، انا مش قادر ادفع كل ده، انا مش لاقي مكان، انا فالموضوع والمالك يمكن هلا وقت انه هو بده يستفيد، يمكن انه يبيع البيت لانه الاسعار ارتفعت. فبنسمع كتير انه حابب انه يخلوا الجماعة البيت لانه هو بده يبيع كمان، بده يستفيد. ف يمكن فيها شوي مثل، ما بعرف كيف بدي اقولها، مثل دوامة هي. يعني الواحد طبعا اكيد منع عمره انه يشتري البيت، بس كمان الاسعار عم ترتفع، مش بس على البيوت، يعني كل شيء عم بيرتفع. فهي شوي تشالنجينج هالفترة ده صحيح، للاسف. ده صحيح، ده صحيح. وبرافو عليكي ان انت اتكلمتي في النقطة دي، لان الناس لازم تفهم ان قيمة الفلوس بتقل، قيمة الفلوس الكاش بيقل نتيجة للانفليشن، التضخم العالمي اللي موجود، مش بس كندا بتعاني منه ولكن صحيح. كل العالم. النهارده لما كنت مثلا، اي حد بيروح السوبر ماركت من سنة ومن سنتين بنفس القيمة بيجيب النهارده حاجات اقل بكتير من اللي كان بيشتريها من سنة ومن سنتين فاتوا. فمعنى كده انه الكاش نفسه قيمته بتقل، فليه ما احطش الكاش ده في عقار علشان احافظ على القيمة دي في حاجة اسد يتحول الكاش لاسد. هل الدفعة الأولى تفرق إذا دفعت 5% أو 20%؟ يعني هل يفرق بالتاكس، أم شو الفرق إذا دفعت 5% أو 20% من سعر البيت؟ حلو السؤال ده، إيمان، بس يا إيمان إن أنتي سألتي السؤال ده. هو في حاجة اسمها insured mortgage وان insured mortgage. طبعا الدفعات اللي بتبقى أقل من 20% بتخش CMHC وتحملك فلوس تأمين. الفلوس دي ممكن توصل مثلا على حسب طبعا سعر الوحدة 20,000، 24، 25، على حسب. لما بتدفعي أكتر من 20% فCMHC بتطلع، فما بيتحملش عليكي المبلغ ده. وطبعا المبلغ ده بيتقسم على حسب، لما بتبقي 5% بتوصلي القيمة بتاعة القرض up to 25 سنة، فبيتقسم معاكي لغاية 25 سنة. ولكن لو دفعتي أكتر من 20% فقيمة مدة القرض بتوصل لغاية 30 سنة، فبالتالي القسط بيبقى أقل. مريح. دي نقطة. النقطة الثانية، طبعا أنت كل ما بتحطي دفعة مقدمة أكتر كل ما بيقل عليكي القسط الشهري. يعني اللي بيحط النهارده قسط، يعني بيحط النهارده الدفعه مقدمه 5%، الانستولمنت المانثلي انستولمنت بتكون اكتر من اللي بيحط 20، عرفتي حاجه ازاي؟ فبالتالي دي برضو هتريحك في حاجه تانية. الزياده اللي بتحصل في البيت، الاستثمار الفعلي اللي بيحصل بالبيت، يعني مثلا لو انا حطيت 5% وكنت شاري واحده ب 500,000، فانا دافع 25,000 فعليا من الدفعه المقدمه، وقولي مثلا عليهم 15 اللي هي الكلوزنج كوست، فبالتالي انا دافع 40% مثلا، ولا 2 ولا 42 او 43. بعد سنه بقى البيت ب 600,000 مثلا، انا كنت دافع 42، فالزياده اللي حصلت عباره عن ال 100,000 الزياده بالاضافه لل 42,000 اللي انا دفعتهم، فبقوا 142. لكن انا لو دفعت اكتر ال 20% انا كنت حاطط 100,000، ارتحت في المصاريف الشهريه، ما تحملش عليا المصاريف بتاعه السي ام اتش سي، قللت عليا القسط الشهري، الابريشيشن اللي الزياده اللي حاصل في البيت في جزء كبير انا دافعاه، فبالتالي الفلوس بترجع لي اكتر. عرفتي ازاي؟ لان القيمه اللي انا بدفعها في القسط اقل، ما فيش مصاريف داخلية بتاعت السي ام اتش سي. فكل دي بالنسبة للفرق بين ال 5% وال 20%، والمدة كمان أطول من 25 سنة ل 30 سنة. بس هل انت بتكوني عم تدفعي اكثر اذا انت يعني بدل ما تكوني دفعتي 5% دفعتي، سوري، اذا بدل ما تدفعي 20% دفعتي 5%، هل المصاري المترتبة عليكي حيكون عليها مثل تاكس اكثر لانه الاماونت الفيرست اماونت از هو بس المبلغ بتاع الـ CMHC والمدة المدة الزمنية اللي هي 25 سنة ل 30 سنة. بس؟ الأوبشن بتاع ال 30 سنة بيجي مع ال 20%. اوكي تمام، بس ما في شيء مبالغ اكبر، لا يعني بس ما في هو شيء. المبلغ بس الزيادة اللي هو ال 20 أو 25 أو على حسب قيمة الـ CMHC بتاعتها هتكون داخلة، لأنها بتتحسب على حسب سعر البيت. تمام. في سؤال من مازن، هل صحيح أنه ممكن شراء المنزل الأول من دون الدفعة الأولى؟ إذا كان ممكن فما هو المساوئ؟ والله يا ريت. قولي اذا كان، يا ريت كان في اوبشن زي كده.
إذا كان قصد حضرتك النظام اللي هو الرنت تو اون، فالرنت تو اون ايفن حتى اتغيرت الظروف بتاعته، كان قبل كده ممكن ما يكونش في دفعة مقدمة او الدفعة المقدمة قليلة. فكرة ان انا اشتري من غير دفعة اولى دي حلم انا اكبس دريم انا عايزة اسال حضرتك، هل فعلا ممكن البنك يديك قرض وانت وهو يعني مثلا ما شافش اللي عايز يشتري ان هو هيساهم جزء بيه؟ دي مش موجودة، أنا عن نفسي ما شفتهاش قبل كده، و يعني إذا يا أنت ريت قول لنا عليها بصراحة أكون شاكريني، وإنها تحل للناس كلها مشكلتها، صحيح. وإنها تحل هو الأمم العربية كلها مشكلتها. هي دائما المشكلة بالأول خطوة، يعني كل العالم مثلا بتقلك أنا صح عم بدفع كل شهر إيجار للبيت، يا ريت أنا مثلا أكون مخلصة هذا البارت الأول اللي هو الدفعة الأولى والكلوزنج فيز، اللي هو this is the most challenging. يعني هذا البارت أنت طالما خلصتيه خلص أنت عم تدفعي شهريا كأنك عم تدفعي الإيجار اللي هو ما في هرب منه. بس هي دائما أول ستيب هي اللي فيها شوي التشالنج، اللي بده يكون الواحد مظبط ومثل ما قلتي عامل بلان قبل ما يكفي. هو بس يا مازن ما فيش حاجة اسمها ان حد يشتري بيت، بس عايزة اوضح لك، و فكرة انه زيرو دفعة مقدمة دي بعض الناس بتلجأ ليها، ان هو يقولوا له زيرو دفعة مقدمة وتعالى اشتري معانا، وبعد كده بيروحوا مثلا يجيبوا له من برايفت لندر وحاجات زي كده، بتكون يعني مش صح، فخلي بالك بس. مظبوط، انا كمان سمعت فيها في شيء برايفت لندر ممكن يقولوا لك، ممكن يعرضوا هالموضوع، بس بالمقابل الاماونت اوف يعني قد ايه انت حيترتب عليك مبالغ بالظبط، طائله. ده يعني صحيح. الواحد بيكون بوقتها مفكر اوه انا اشتريت بيت، بس انت فكر ببعدين شو صار عليك ديون، يعني المبلغ بيكون خيالي. أول وقرض تاني. صحيح. هل الكريدت سكور له دور كبير أو ثانوي لأخذ مورجج من البنك؟ وما هو العامل الأساسي اللي بيخلي البنك يوافق على القرض؟ أكيد الكريدت سكور ليه دور كبير جدا. هو فكرة الكريدت سكور ده جزء من الكريدت ريبورت، يعني حاجتين مع بعض. الكريدت سكور اللي بيوري بيبقى برقم معين، وطبعا كل ما بيزيد الكريدت سكور كل ما بتكون عميل مميز، وكمان تاخد ريت انترست ريت أحسن. يعني دي برضو نقطة نوضح للناس، انه كل ما بيكون الكريدت سكور بتاعك كويس عالي كل ما بتاخد انترست ريت احسن. اما الكريدت ريبورت فده بيحدد المديونيات اللي مرتبطة بيك، يعني قسط سيارة، قسط دراسة، الموبايل، حاجات كتيرة قوي. وكمان بتوضح اذا كان في اي بانكربسي قبل كده، اذا كان في اي اقساط حضرتك او الشخص يعني ما دفعهاش، فكل الحاجات دي. وكمان بتوضح للجهه المقرضه البنك او المورجج بروكر اللي هو بيتعامل مع حضرتك قدرتك على قيمه المديونيه اللي عليك. فبالتالي هو لما يجي يديك النهارده مورجج فهو بيشوف المديونيه اللي عليك، كل ما المديونيه دي بتزيد كل ما قيمه المورجج بتقل، فده اللي بيظهر من الكريدت ريبورت. طيب في عنا توفيق، هل في إسلاميك مورجيج؟ في كذا جهة بتعمل موضوع الإسلاميك مورجج، يعني سواء كانت برايفت أو تبع مؤسسات، ودي فعلا موجودة، ولكن الكثير منهم بيلجأ في الآخر إن هو مثلا بيعمل عقد بينه وبينك، وبيقول لك إن إحنا هنعمل القرض على نظام الإسلامي وحسب الشريعة، ولكن في الآخر مثلا بيرجعوا ياخدوا القرض ده من سكوشيا أو من CIBC. ف فهو يعني ما بيكون اختلف. في كتير بيبقوا تحت هذه المظلة، وفي الآخر بتفاجئ إن أنت بتمضي معاهم وهم معاكي، وفي الآخر بتلاقي القرض جاي من سكوشيا، أو من تحديدا سكوشيا و CIBC. طب هو بمفهوم، يعني ما بعرف اذا انا عم بطلع من الموضوع، بس كيف يختلف المورجج الاسلامي عن المورجج العادي؟ بيتكلموا بموضوع المرابحة، وبيكون في حاجة اسمها سيرتيفيكت، السيرتيفيكت اللي بتدعم إن هذا النظام هو نظام إسلامي. اسلامي، اوكي. طيب كم ممكن احط فيه في السنة، وشو علاقة ال RRSP؟ طيب شو نظام ال RRSP بالقرض السكني؟ هو الأسئلة كلها راح ناحية المورجج يعني هيكون أكتر
يعني قدرة على الإجابة في هذه الجزئية الناس اللي شغالة في اختصاصي المجال. مورجج. اوكي تمام. كمان هون السؤال بتصور كمان مورجج صح؟ عملية نقل المورجج أنا اشتريت من سنة وحاليا اشتريت بيت أكبر، شو رح يترتب علي مصروف إضافي؟ يعني مثل كيف رح أعمل الدفعة الشهرية المقطوعة؟ الدفعة الشهرية المقطوعة يعني الدفعة الشهرية المقطوعة يعني ايه باللغة يعني بالعربي يعني ايه؟ الدفعة بصراحة أنا كمان ما فهمتها، فكرتك أنت فهمتيها. طيب انا هقول لك عملية نقل المورجج انا اشتريت من سنة وحاليا اشتري بيت اكبر، يعني انت عايزة تنقلي المورجج من هنا لهنا وعايزة تعرفي ايه المصاريف اللي عايزة. بتصور يمكن صح يا إيمان؟ طيب انا احب اقول لك برضو احسن ان انت تتكلمي مع مورجج بروكر، ولكن مثلا انا الكلاينتس بتوعي اللي بيبقوا عايزين ان هم يبيعوا ويشتروا، فاحنا بنعمل كالتالي: الاول بنشتري وبعدين بعد كده بنبيع، ولما بنشتري بيبقى مثلا بنعرض البيت للبيع، فممكن يبقى في فرق شهر او مثلا شهر ونص ولا حاجه، فبناخد حاجه اسمها بريدج مورجج عشان نغطي المصاريف من هنا لهنا. ولكن يعني الجزئية الخاصة اللي سألت عليها إيمان أعتقد يقدر يقول لك النهاردة الإجابة بتاعتها مورجج بروكر متخصص. وإذا حبيتي في أي وقت إن أنت تتواصلي مع حد، أنا يعني ممكن أبعت لك أرقام ناس كويسة جدا تقدر تساعدك ويفيدوكي بإذن الله في الإجابة الصحيحة، لأن ده هيكون في مجال تخصصها. هي قصدها الدفعة الشهرية اللي راح ياخذها. هلا هو بتصور يعني هي قصدها انه كان في بيت صغير وكان في دفعة معينة، نقلت على بيت اكبر واللي هو طبيعي حتكون الدفعة اكبر بما انه هلا كمان الاسعار اعلى. ف دي أكتر المورجج بروكر يقدر يفيدها، يعني تخصص مورجج بروكر. اوكي تمام. هي هلا في سؤال الريال استيت بروكر هو نفسه مورجج بروكر، فاحنا عايزين نوضح لهم بس صح صح ده مختلف عن ده، صحيح مظبوط. لأن هلا السؤال دايما بالفلوس مش يعني انا هو شايفه خلص عقارات عقارات. إذا كنا قلنا لحد مورجيتس بروكر يخش معانا. صحيح ذكرتيني دينا. هلا انا يعني انا معي شهادة تمريض، انا معي باتشلر ديجري، فبتذكر انه انا لما خلصت انه انا نيرس ريجسترد مجازي، ف بصير يسالوك لكي انا حاسس وجع ببطني. شو بتشخصي؟ والله مش دكتوره. فيمكن بصير في هذا الغلط دايما انه الواحد بيضيع بين ال اسألوا براحتكم وإن شاء الله بإذن الله، حتى لو يعني مش في مجال تخصصي أنا أساعدكم وأوصلكم بحد يجاوب. ونحن كمان دينا رح نحط هلا رقمك والايميل كمان اللي بيحب يتواصل معك دايركت أكيد كمان رح نحطه على البانر، وكمان هيك بيصير الموضوع اسهل بإذن الله. للمناقشه. السؤال اللي هو هلا الكل يمكن عنده تردد فيه لما يكون بده يشتري بيت او بينطر شوي، هل الاسعار يعني نحن ما عم نحكي طبعا واحد ما بيعرف شو ممكن يصير، بس بشكل عام دائما نحن بنعرف انه كل سنه سنتين الاسعار بتعلى بتعلى، بس هلا بهالاوضاع وبالامور اللي عم تختلف وبالكوفيد والارتفاع الهائل اللي صار بالأسعار، ما المتوقع الجاي؟ يعني في هذا كمان السؤال شخص سأله، هل متوقع أن الأسعار تهبط بعد فترة بناء على قرار من الدولة، أو أسعار البيوت في زيادة مستمرة؟ يعني مثل ما قلتي هلأ العالم اللي عم تطلع من بيتها مش عم تقدر، مش عم نحكي بشكل يعني عم نحكي نحن الأغلب أو في جزء ما عم بيقدر يفوت ببيت تاني يعني، ولا حتى إيجار، لأنه الأسعار هائلة والإنكم طبعا ما صار فيه يعني ما كتير فيه بالانس ان بتوين. سو انت شايفه الناس نزلت في الشارع لترودوا ازاي؟ شايفه الناس كلها في الشارع بالاعلام ترودوا. شوفي دينا نحن يعني نحن اشخاص عايشين وبنشتغل وكلنا يعني الحمد لله امورنا ماشي، بس فعلا الموضوع جدا واضح يعني ما في اثنين يحكوا فيها. شو ما كنتي عم تشتغلي شو ما كان الانكم تاعك اكيد حتلاحظي هذا الشيء الصدمة شوي، يعني بتحسي فعلا مثل ما قلتي حتى السوبر ماركت لما تروحي تجيبي اغراضك عم تنصدمي بالمبالغ اللي عم تدفعيها. فعم نحكي نحن من ارض الواقع من شيء نحن كلنا شايفينه. وهذا السؤال دائما مطروح، يعني الناس اللي عم تركض انها بدها تشتري، اللي قادره طبعا تشتري هلا بيوت، وفي عالم بتقول لك لا لا انا حانطر بعد سنه سنتين هذا كله بده ينزل وانا حقدر اشتري بعدين. ف
عايزة تحليل. أظبط سنة سنتين دي، عارفة يجي من إكس سنة وأنا بسمع. قابلت مرة حد بقالها 26 سنة هنا في كندا، أوكي، ف قالت لي أنا بقالي 26 سنة وخلاص أنا قررت إني أشتري بيت. وعايزة أقول لك إن أنا كل ما كنت باخد القرار يقولوا لي الأسعار هتنزل أروح تنزل راجعة صح. قراري. 26 سنة، قلت لها أنت لو كنت اشتريتي من 26 سنة كان زمانك خلصتي المورجج أصلاً. والله يمكن اشتريت بيتين كمان. 25 26 سنة. فكرة إنه يعني الأسعار هتنزل دي، يعني خلينا نقول إن هي نستبعدها، يعني عارفة إزاي؟ لأن ناس كتيرة بتقول أو كل فترة مثلا الناس تقول لك الموضوع ده، ولكن اللي احنا عايزين نوضحه للناس إنه كان في ظروف معينة، الظروف دي خلت الأسعار تزيد خلال السنة اللي فاتت بس 27%، ولكن الظروف دي هتتغير السنة دي، فهيحصل شوية اختلاف في نسبة الزيادة. قبل الظروف دي كانت الزيادة في الأسعار بتبقى متراوحة ما بين 5% ل 7%، صحيح. تمام، وبعد كده ابتدت تزيد من 7% ل 10%، فكان هو الرينج بتاعنا مثلا المتوسط 7% كل سنة. السنة اللي فاتت تحديدا واللي قبلها كمان اللي هو من أول نص مارس 2020 كان الزيادة مختلفة، ولكن السنة اللي فاتت كانت 27%. السنة دي المتوقع إن هيكون في زيادة ولكن هتبقى بنسبة 12%، يعني احنا بنرجع للوضع الطبيعي، أو خلينا نقول إن ده توقعنا إن احنا نرجع للوضع الطبيعي للزيادة. فالزيادة بدل ما هي كانت طالعة يعني رأسية فأصبحت شوية فيها نوع من الميل، ولكن سيظل في زيادة، سيظل في زيادة طول ما في طلب والمعروض قليل، هيفضل في زيادة، وهو ده اللي بتعاني منه كندا من زمان، إنها يعني بلد بتستجذب أو قائمة على المهاجرين، فالمهاجرين بيزيدوا. الناس دي هتسكن في الشارع؟ لا طبعا، لازم تدور على بيوت تسكن. اللي عنده قدرة إنه يشتري هيشتري، واللي عنده ما عندوش القدرة هيأجر، فبالتالي هيكون في واحد تاني بيشتري علشان يأجر اللي هو المستثمر في الحالة دي. ففي كلا الحالات في عملية شراء وفي في عملية بيع، ونتيجة لأن العرض أقل بكتير من الطلب هيفضل في زيادة. الزيادة زي ما احنا قلنا هتكون موجودة، ولكن هيقل نسبة هذه الزيادة، وهذا هو التوقع للسنة دي انه هنبقى 12% تقريبا، يعني مش هتبقى زي السنة اللي فاتت 27%، ولكن هل هو ده اللي هيحصل؟ الله أعلم. يعني كانت كل التوقعات ان هيحصل فيه دروب، وانا من الناس اللي توقعت ان هيحصل فيه دروب لما حصل موضوع الكوفيد، ولكن فوجئنا انه ما حصلش دروب نتيجة لان البلد نفسها تدخلت وراحت مقللة الفايدة، خلت الناس تتحمس إن هي تنزل وتشتري، فأصبح في إقبال على الشراء فما حصلش الدروب. فهو ده بالضبط اللي ممكن يحصل، لكن الأسعار تهبط هذا يعني مش هيحصل، يعني مش هيكون من ضمن احتمالية حدوثه قليلة. أيوة صحيح. نصحح باللغة العربية. في كمان إذا اشتريت منزل على سعر الفائدة الحالية وبعد فترة قرر البنك الكندي يرفع الفائدة، شو حيصير بالدفعات؟ هو على حسب العقد بتاع حضرتك عامل ازاي، بمعنى لو كان حضرتك اخترت فيكست ريت، فبالتالي اي لو حصل فيه اي زياده فانت خلاص مأمن نفسك 3 سنين او 5 سنين، لكن اذا كنت واخدها فاريبل ريت فاكيد هيختلف الوضع، فبالتالي ممكن ساعتها تاخد القرار لو كانت الزياده كبيره انك تحولها لفيكست ريت، ولما بيبقى فاريبل لفيكست ما بيكونش فيه بينالتي، تقدر ان انت تحول على طول. اوكي دينا، انا حبيت اسالك. هلا انا مثلا بسمع من اشخاص كانوا شاريين بيت قبل ما يرتفع الاسعار، وهو هذا البيت الوحيد، يعني هو هذا البيت اللي ساكنين فيه، وهلا مع الارتفاع قرروا يستفيدوا فقرروا انه يكبروا البيت، يعني يروحوا على بيت اكبر. طب هذا البيت الاكبر طبعا دفعته حتكون اكبر وسعره اكتر، يعني اذا كنا عم نحكي قبل شاريين بيت على 500 ألف وهلا اشترينا بيت على 800 او 900 ألف، يعني هذا اذا عم نحكي اكبر، فهذا المبلغ الفرق اللي بيناتهم. طبعا عم نحكي على الدفعه الاولى حتكون اكبر كمان لانه البيت انت عم بتكبري بيتك،
والدفعة الشهرية حتكون أكبر. هل هي مربحة إنه هلأ نحن ننقل مثلا من بيت صغير لبيت كبير بهالأوضاع؟ يعني هل هو في ربح بالموضوع إذا أنت اشتريتي بيت أكبر وسعره أكبر ودفعته أكبر؟ في ستيل في ربح؟ هو دايما في العقار بيكون في ربح. حضرتك اذا انا خلينا نتكلم على المجتمع الكندي هنا بيربي ولاده، يمكن دي هتكون معلومة الناس كلها هتتفاجئ بيها، بس هتجاوب على السؤال ضمنيا، على هتكون إجابة السؤال ضمنيا. المجتمع الكندي هنا بيعلم ولاده انه اول ما يخلص الجامعة يشتري شقة، اول ما يخلص يشتري شقة، يشتري غير شقة، وبعدين بعد كده سنتين تلاتة يشتري تاون هاوس، سنتين تلاتة يشتري ديتاتش، وبعد كده يرجع للشقة تاني. عرفت ازاي؟ اللي هو بقى خلاص وصل يعني ديتاتش ده فضل قاعد فيه لغاية ما بقى سينيورز عندهم أحفاد، أولاد وأحفاد، وبعد كده يرجعوا للشقة تاني، يكون هو ده السيفنج بتاعهم اللي عملوه خلال مدة حياتهم. عرفتي ازاي؟ يعني هو بيبتدي كأنه عامل حصالة، ابتدى بحاجة صغيرة وبعدين كبرها وبعدين كبرها أكتر وبعدين كبرت أكتر، بقت هي دي السيفنج بتاعته، قعد فيها لغاية ما بقى عنده أحفاد. وعشان كده تلاقي دايما الجدود هم اللي بيدوا لأحفادهم الداون بيمنت دي هنا في ايوه كندا. اوكي. فطبعا هيدي معادلتها انه طبعا انه الاسعار عم تكبر، عم تعلى عم تعلى عم تعلى للاخر، ولما تكون وصلتي انت للبيك او بالظبط، ماكسيموم برايس انت عم تبيعي لتجيبي بيت صغير على قدك ده وصار صحيح، معك البيج اماونت سيفد. وهو ده اللي احنا يعني عشان نجاوب على السؤال بتاعك، هو ده اللي احنا بننصح بيه الناس. انا النهارده ما عنديش القدره على اني اقدر اشتري تاون هاوس، بس عندي القدره اني اقدر اشتري شقه مثلا 2 بيدرومز. طيب اشتري 2 بيدرومز، ما هو بيحصل فيها ابريشيشن، يعني بيحصل فيها زياده في السعر، وانا كمان ظروفي بتتحسن. انا مثلا نقلت لشركه تانية بقى راتبي فيها احسن، زوجتي اشتغلت خلصت الدراسه واشتغلت، فبقت هي كمان اوكي احسن، عندي ولاد كبار خلصوا او خلصوا الجامعه ودخلوا يعني اشتغلوا، فهيقدروا يساعدوني، فظروفي بتتحسن. فمعنى ان ظروفي بتتحسن يعني دخلي بيتحسن، فبالتالي انا فلوسي في الحصاله بتاعتي اللي هي الوحده العقاريه اللي انا اشتريتها ما دفعتهاش ايجار، راحت وان واي، صحيح. هنحطها في الحصاله، وفي نفس الوقت بشيل الفلوس بتاعتي من الحصاله بنقلها في حصاله اكبر، وانا دخلي كمان مريحني ان انا اقدر اشتري حاجه اكتر. فبالتالي هو ده التفكير. وبعد كده خلاص انا بكون هو ده البيت النهائي اللي انا بكون خلاص يعني استقريت فيه، وهو انا بدفع من فلوسه، فبالتالي الفلوس دي بترجع لي انا في الاخر. ولو حد من الولاد حب ان هو مثلا يتجوز او وات ايفر، انا ممكن اسحب من الايكويتي اللي انا دفعتها في البيت ده وادي له فلوس يشتري بيت تاني. هو الايكويتي اللي انا دفعتها على السنين دي كلها اللي انا دفعت فلوس كتيره فيها، ان اقدر اخد اب تو 70% من اللي انا دفعته جوه البيت. والناس النهارده بتفكر كده، وناس كتيره خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا اللي كانوا مثلا شارين بيت بقى لهم 10 سنين، في السنتين ثلاثه اللي فاتوا اشتروا بيتين للاستثمار، اخدوا من الايكويتي اللي موجوده في البيت الاولاني واشتروا بيت تاني وبيت تالت واجروه. صحيح. طيب حنفوت بآخر سؤال عشان وقتنا يعني ليمتد شوي. ما هو دور البروكر؟ أيوة أنت قلتي دايما العالم في كونفيوجن بدور البروكر ودور المورجج، فما هو دور البروكر؟ وهل التعامل مباشرة مع البنك في ضرر؟ ماذا يمكن أن يقدم لك البروكر؟ حلو السؤال ده، أحييك عليه. لما بروح للبنك فأنا باخد البرودكت بتاعة البنك ده اللي هي عبارة عن شروطه اللي بيعملها أو اللي بيجريها عليا لتقييمي علشان يديني القرض، نسبة الفايدة اللي هيديها لي البنك ده نفسه. لكن لما بروح لمورجج بروكر فهذا الشخص بيكون عنده أكسس على كل اللندرز، سواء كان ال 17 بنك اللي بيندرجوا تحت لندر ايه، واللي من ضمنهم الخمس بنوك الاساسيه اللي احنا عارفينهم، في 12 تانيين احنا ما نعرفهمش، زي مثلا الخمسه اللي احنا عارفينهم البيمو وسي اي بي سي وار بي سي وتي دي وسكوشيا، في 12 تانيين احنا ما نعرفهمش، فهو عنده اكسس ليهم. ده غير كده كمان عنده اكسس على البي لندر، وعنده اكسس على البرايفت لندر، وعنده اكسس على السيمي برايفت لندر. فهو لما بنروح له وبنتعامل معاه بيجيب لنا احسن ديل، احسن ديل مع احسن لندر، واحسن ديل احسن فايده بتتناسب مع معانا احنا. فبالتالي انا بيجيني
احسن كوت، كاني بعمل مثلا شوبينج على كذا، يعني على حاجه واحده في كذا مكان، فبالتالي بحصل على احسن ديل. لكن لما بروح لبنك فانا بتجه للبرودكت بتاعت البنك ده بس، ما بشوفش الناس التانية اخبار ايه. I'm limiting myself to one bank. بالظبط. فالافضل خلال الفتره اللي احنا فيها دي ان احنا نتعامل احسن مع مورجج بروكر. Alright, تمام. وأنا هلأ حاليا حطيت الفون نمبر وهذا الويب سايت كمان لدينا الغندور، وكمان حطينا الإيميل اللي بيحب يستفسر أو بيحب يعني يتعامل أو يكون عنده أي أسئلة لدينا. هو طريقة الاتصال بدينا عن طريق الإيميل وعن طريق الفون نمبر. إن شاء الله بتكون there to help you. أهلا وسهلا مساعدتكم. أي وقت أي وقت. معلش سامحوني، أنا يمكن شكلي مرهق، ولكن أنا من الساعة يعني 10 الصبح بره، ودخلت 7:30 عشان معانا الساعة 8، دخلت 7:30 من البيت. معلش أنا مرهقة النهاردة، سامحوني زي ما كنت. يعطيكي ألف عافية دينا، يعني عن جد ما شاء الله. حتى نحن يعني كنا حابين نعمل انترفيو قبل، بس دينا ما شاء الله دايما وقتها فل، فمنيح أخذنا هالموعد قبل بأسبوعين 3 أسابيع لحتى أعطتنا إياه، وأنا كل مرة أكد عليها دينا أوكي على 8 صح؟ لا ما كنتش هقدر اقول لا النهارده، جيت بسرعه جدا والله، جاي من وقت حبيبتي يعطيكي ألف عافية، وعن جد مشكورة يعني على المعلومات الحلوة اي وقت والمفيدة. اي وقت اي وقت حبيبتي. انا اللي مبسوطه ان انا شفتك وجها لوجه، ومبسوطه باسئلتك الجميله، اسئله هايله جدا، ويا رب الناس تكون استفادت. ودايما معاكي، دايما معاكي في اي وقت محتاجاني فيه، انا دايما يعني I will support you till the end. انت عارف. حبيبتي شكرا لك، شكرا شكرا دينا، وشكرا على المقابلة الحلوة وعلى المعلومات اللي عن جد قيمة. يعني كثير ناس يمكن بتحب تعرف وما عندها يمكن الطريقة how to access، انه انا كيف فوت واقدر اعرف هالتفاصيل، فالحلو الواحد يتعلم ويتنور يعني. فشكرا لك وشكرا على وقتك، وان شاء الله لنا لقاء ثاني. أكيد أكيد يا مايا، أكيد. أنا مبسوطة جدا إن أنا كنت معاكي النهاردة. حبيبتي شكرا لكم جميعا، لكل اللي كانوا عم بيسمعونا واللي كانوا معنا بالكومنتس، وإن شاء الله بتصبحوا على خير، وإلنا لقاء تاني إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي جدا جدا. باي باي يا حبيبتي، مع السلامة.